بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معكم سيد رئيس الاتحادية الوطنية للكاراتي تودوكاي، سيد خليفة بن كعكع. سيد خليفة بن كعكع، واش راك تشوف المستقبل القريب في هذه الرياضة تاع الكاراتي؟ إن شاء الله يكون المستقبل ظاهر بفضل ان شاء الله الرجال اللي راهم معنا، والثقه تاعنا اللي رانا دايرينها فيهم، والثقه اللي هما راهم دايرينها فينا. ان شاء الله ان شاء الله نشرفوا هذا الكاراتي تودوكاي اللي هو كيما نقولوا حنايا راه جديد في الجزائر. على كل حال في الخارج ولا راه شويه قديم، حنا رانا بدينا جدد، ولكن ان شاء الله بالاطارات اللي راهم معنا وبالناس بالمساهمه تاع الناس والاثراءات ان شاء الله نوصلوا لمستوى يشرف البلاد ويشرف ان شاء الله الرياضيين. الشيخ خليفة، في كلمة موجزة، واش تقول للنوادي الرياضية في الجنوب الكبير الجزائر؟ يا خويا والله نقول لهم الله يقدركم ان شاء الله، وراني عارف باللي الجزائر كاملة كاع النوادي تاع الجزائر عندهم بعض المشاكل اللي هي نقولوا حنايا ان شاء الله مستقبلا تنحل ان شاء الله. ان شاء الله ونظن ان شاء الله تاع الجنوب، حنا بروحنا رانا مركزين على الجنوب، وهذه رسالة من طرف السيد رئيس الجمهورية، اللي احنا ان شاء الله نكونوا في المستوى ان شاء الله باش نطبقوا هذه المناطق انتم راه تقدر هذه، احنا ان شاء الله نخدموا معاهم ونعاونوهم على كل حال بالشيء اللي نقدروا عليه. وكذلك المعروف هو ان جميع الدول دونك النوادي في جميع الدول فيها نقائص، احنا ان شاء الله نتمنى وان شاء الله يكون تعاون فيما بيننا، حنايا لازم نتعاونوا وما نتكلوش كاع الدوله تعطينا، احنا ثاني نديروا مبادره من عندنا ان شاء الله، ونظن باللي نوصلوا بهذا ان شاء الله لو كاركتير وبهذه العقليه ان شاء الله نوصل. ان شاء الله. سيد رئيس مصلحه الرياضه بمديريه الشباب والرياضه لولايه مستغانم، اهلا وسهلا فيك. وكلمه في هذا الحدث مادام رانا عمل رئيس الاتحاديه الوطنيه للكاراتي تودوكاي، تفضل. نشكر الاتحاديه والاعضاء الجمعيه العامه اللي شاركوا في هذه الجمعيه العامه، والقراءات والخطوات المستقبلية بالنسبة لهذه الرياضة الناشئة، نتمنى لها كل التوفيق وخاصة في الجنوب، نتمنى لهم كاع التوفيق والسلام من الحرب.